الكورونا خلص، الهرم مفتوح، تنزيل الحافظات، كل شيء مفتوح، كان أنا فرحان مرة زيادة. أنا اسمه قمر علي خان، قمر بالاسم، لا مو بالشكل بس بالاسم قمر. الحمد لله 17 سنة أنا أشتغل في الحرم، أشتغل في سوق زمزم. أول يوم أنا جاء داخل في الحرم أنا أقول هذا نعمة، أنا من فين يجي؟ يعني مثلا دقيقة بس كت هذا. شكرا. النعمة قدام الكعبة اشرب مويه زمزم، هذا النعمة، هذا نعمة كبيرة. انا اشوف اول في التلفزيون في الاخبار، بس اول مرة انا يجي بيت الله الحرام انا اشوف كعبة، وبعدين ما شاء الله الحمد لله الشغل شغل نعمة. الزمزم انا اشتغل سقيا زمزم، مراقب العام، تخدير الاعمال المراقبين، توزيع المويه، حبي مويه بالجدول بالطريقة كده يعني يومية. الحمد لله رمضان سبيشل، حتى من باكستان يومية الناس اتصال بالجوال بالواتساب، يبغى فيديو الهرم، يبغى فيديو حق متامرين، ما شاء الله يومية. أنا باكستاني، في سعودي، هندي، بنغالي، الإندونيسي، سريلانكا، يمني، كله ما شاء الله ذي أخوان اشتغل بالحرم.